مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه الجوله المباشره عبر قناه الجزيره مباشر. كل عام وانتم بخير في ثاني ايام عيد الاضحى المبارك والذي يمر على قطاع غزه. كما تحدثنا سابقا هو العيد الأسوأ على سكان قطاع غزه في ظل انقطاع التيار الكهربائي وفي ظل مشكله خصم الرواتب والتي اثرت بدورها على كميه الاضاحي الموجودة في قطاع غزة. طبعا مشكلة الكهرباء هي مشكلة رئيسية تواجه السكان في القطاع. نحن بصدد هذه المشكلة حيث المؤسسات الخيرية العاملة في قطاع غزة لأول مرة في هذا العام تقوم بتوزيع لحوم الأضاحي مطبوخة وجاهزة دون أن تقدمها للناس دون طبخ، لأن الكهرباء لا تأتي على القطاع سوى 4 ساعات وبالتالي تفسد هذه اللحوم على السكان. طبعا نحن بصدد مشروع اسمه بنك الطعام. هذا المشروع نفذته جمعية خيرية في قطاع غزة. فكرة هذا المشروع تقوم على أن يقدم الطعام كوجبة ساخنة للناس باللحوم طبعا، ولا تقدم اللحوم للناس بشكل عادي لأن الكهرباء ستتسبب في إفساد هذه اللحوم. وهذه تعتبر فكرة يعني جيدة وجميلة في ظل هذا الواقع المؤلم على سكان قطاع غزة. سأتحدث مع القائمين على هذا المشروع لنعرف كيف جاءت هذه الفكرة وكيف تم الوصول لهذه الفكرة حتى يتغلب الناس على مشكلة الكهرباء. يعطيك العافية. الله فيك أستاذ محمد وكل عام وأنتم بخير. يعني احنا من معاناة الكهرباء قمنا في مشروع اللي هو إنشاء بنك الطعام لتخفيف العبء على العائلات الفقيرة، واليوم نقوم بتوزيع الأضاحي العيد وهي اليوم تنطبخ عملية طبخ تصل للعائلات الفقيرة وجبة ساخنة وتخفيف العبء بسبب قطع التيار الكهربائي. تمام، يعني لو وضعنا المشاهد في صورة ما يحصل فيما يتعلق بالأضاحي، طبعا انتم تقومون بذبح الاضاحي في مذابح معينه وبعد ذلك تاتون باللحوم الى هنا كي يتم طبخها. لو تحدثنا عن الاضاحي، كيف هي كميه الاضاحي لهذا العام؟ لهذا العام الكميه قليله جدا بسبب الاوضاع في قطاع غزه، سبب قطع الرواتب، سبب الازمات الانسانيه. ف طبعا زي ما حكينا سبب قطع الرواتب والأزمة الرواتب في قطاع غزة كانت أزمة كبيرة بالنسبة للمضحيين. السنة كانت يعني لأول مرة تكون أزمة الخفيف المضحيين، والعمل المؤسسات الخيرية برضو يعني خفيف. يعني ممكن الحديث أن الحصار أثر عليكم كمؤسسات خيرية، يعني مثلا كنتم تذبحون عدد معين من الأضاحي اليوم العدد قليل، وربما مش الحصار اللي أثر علينا كمؤسسات، عدد الأزمات اللي في العالم. يعني المتبرعين قد يكونوا أولى جهات أو أطراف معينة الدعم غير قطاع. وهذا صحيح الكلام، يعني بسبب الأزمات زي نتكلم في الصومال، في سوريا، في العراق، في اليمن، هذه بتأثر على قطاع غزة. طيب على صعيد الفئات المقدم لها هذه الوجبات، هل هي فئات الفقراء مثلا أم أن كما كنا نتحدث سابقا حتى الموظفين وضعهم سيء الآن؟ يعني تقدم هذه الوجبات لمن؟ طبعا الكل اليوم في مستوى واحد نسبة الفقر، يعني تساوي. يعني عندما نقدم هذه المساعدة أو هذه الوجبة نقدمها إن كان موظف أو غير موظف نقدمها. يعني الكميات التي تقومون بتوريدها يوميا، كم صينية لحم ورز تقومون توزيعها للناس؟ تقريبا عشرات من الأهالي نقدم لهم الوجبات الساخنة. تقتصر العمل على منطقة واحدة ولا كل القطاع؟ نستهدف قطاع غزة كله. طيب على صعيد فكرة المشروع، هل هي جاءت لهذا العام فقط أم كانت في السابق؟ والله بسبب يعني هذا العام، بسبب قطع التيار الكهربائي. أنت عارف اليوم لما نصل اللحوم ربما يمكن ما يقدر حد يحطها في الثلاجة تخرب تفسد، فلقينا الوجبة أسهل وتصل بسلامة للعائلات الفقيرة. قد يكون هذا الأمر كلفكم يعني؟ نعم كلف مبالغ كبيرة. يعني أنت توزع اللحمة بشكل عادي غير أنه تطبخها
تغلفها وتأتي بطباخ وتعطيه أجر. هي طبعا كما تكلمت إنه يعني كلفتنا مبالغ عالية بس لإيصال هذه الوجبة بسلامة للعائلات الفقيرة. طيب، 3 أيام العيد أو 4 أيام العيد، ماذا ستقوم مؤسستكم بعمله للناس؟ هل الأضاحي مستمرة عندكم؟ الذبح مستمر؟ نعم، إن شاء الله إحنا لآخر يوم سيتم إنهاء الأضاحي. طيب، على صعيد الفقراء، كيف تقيمون وضعهم في هذا العيد؟ كونكم مؤسسات تبحثون وتجرون أبحاث عليه. طبعا يعني بدهاش اي كلام، يعني الوضع عندهم في غزة الوضع على الكل، ونسبة الفقر كل ما لا بتزيد، يعني ما في عنا انه نفرق بين هذا وهذا، فالكل باحتياج الشيء الحين. طب، من هي الجهة الداعمة لهذا المشروع؟ مؤسسة بيت المال الامريكي والجاليات المسلمة في امريكا، يعني احنا بنقدر الاخوة في الجالية المسلمة في امريكا ومؤسسة بيت المال الامريكي على تقديم هذا المشروع، ونشكر إخواننا في الإغاثة الإسلامية برضو بريطانيا، لهم دور كبير كانوا معنا في هذه المساعدة. ما هي رسالتكم للخروج من هذا الواقع المؤلم على سكان قطاع؟ نتمنى السلام والمحبة. طيب، في موضوع الكهرباء، في النهاية هذا المشروع يعني قد يكون وجبات طعام جاهزة، هل مثلا فكرتم في مشروع، يعني بعض المؤسسات أو المساجد سمعنا أنها لديها مشروع لتجميد اللحوم للسكان بمقابل معين، هل فكرتم بمشروع مثل هذا؟ هذا يكلف كثير، يعني أنت بتعرف قطع تيار الكهرباء كثير، يعني إيش بدك، يعني اليوم لما أنت بدك تأخذ من الناس وسطها والتلجة قديش بده يدفع، يعني فهي بصراحة مش مناسبة كثير، فلقينا الأحسن شيء طبخ اللحوم وتوزيعها على البيوت. كم عدد الوجبات التي تقدمونها؟ في اليوم 600 وجبة. في اليوم 600 وجبة، يعني نتكلم لألف ومئتين شخص. الكيلوات اللحم بنحط احنا تقريبا نص كيلو. يعني انا شايف الصينية ما شاء الله مليانة شوية، لربما يأكل من هذه الصينية يمكن حوالي 4 أنفار، ويمكن من الأطفال 6 أو 7. للعائلات حسب العدد يعني، ولا خلص كل عائلة صينية؟ طبعا بنقوم حسب العدد، يعني العائلة عدد كبير يمكن نعطيه من صينيتين لثلاث صواني. تمام، أشكرك جزيلا ونتمنى لكم التوفيق. شكرا، وأنا بشكر الأخوة في قناة الجزيرة، وأشكر فريق العمل في غزة الأستاذ محمد وشاح وهدى غالية والعاملين. أشكرك جزيلا. طبعا مشاهدينا، كما تشاهدون واقع الكهرباء على قطاع غزة أدى إلى أن تقوم المؤسسات الخيرية بإنشاء مطبخ خيري كما سموه بنك الطعام. هذا الهدف منه التغلب على مشكلة الكهرباء، حيث النصف كيلو أو الكيلو اللحم الذي يعطى للناس بشكل عادي يعني من الأفضل أن يقدم لهم بشكل مطبوخ كما تشاهدون، حتى يتم التغلب على مشكلة فساد اللحوم داخل الثلاجات التي لا تصلها الكهرباء سوى 4 ساعات فقط يوميا، هذا إن وصلت إلى 4 ساعات بشكل يومي. وفي النهاية المواطن الفلسطيني، يعني قد يكون هذه المؤسسات ساهمت في العون لهذا المواطن بالتغلب على هذه المشكلة. مشاهدين، أزمات قطاع غزة كبيرة والحلول لا تعجز القائمين على هذه المشاريع، وبالتالي ممكن الحديث أن سكان قطاع غزة مر عليهم عيد من أسوأ الأعياد تقييما في قطاع غزة بسبب مشكلة الرواتب من قطاع التيار الكهربائي التي أثرت على عدد الأضاحي لهذا العام، ولكن في النهاية يتعايش المواطن الفلسطيني مع هذا الواقع حتى يخرج بصورة على الأقل صورة أمل في ظل الواقع المظلم الموجود في قطاع غزة. مشاهدين، على أمل أن نلتقيكم في جولات قادمة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.